الو ياي لا في دولة رئيس اسمعوا كلام. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي شلونك يعني استاذ؟ والله اجركم البقاء في حياتك. بقاء في حياتكم يا غازي. الله يرحمه ويحفظه ويسعده. يرحم موتك الله يحفظك يعني. احنا ما في شك انه هذه الجريمة ان شاء الله يوضع على حد ويتم القاء القبض على القاتل وان شاء الله قريبا. ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. أنا قاعد أتابع شخصياً التحقيق كنت مطلع من هذا الموضوع. الله يبارك فيك. وخدمتكم وخدمة عائلة الشهيد أدري المصاب كبير لأداء جملة وتفصيل، لكن هذا بعد هذه الجريمة وهذا مستوى الإجرام اللي صار عند البعض إن شاء الله مو بعد أحد ان شاء الله. احنا نريد دمه يطلع على ايدك، يعني احنا هسه انت بمكاننا ونريدك يا سياده رئيس الوزراء قلوبنا معك، دعائنا لك انه الاجهزه الامنيه يشدون حيلهم في سبيل انه نلقي القبض على يقوم القبض على هؤلاء السفله حشاكم. تقبل الله، قاعد اتابع يوميا التحقيق وان شاء الله قريبا اخابرك اقول لك المجرم عندنا بالتوقيف. ان شاء الله ان شاء الله تعزين العائله الكريمه واي شيء انا بالخدمه. الله يحفظكم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. حياكم الله والديك.